طب ازاي فادتك هذه الرياضة؟ لو هنروح بقى لرياضة الكاراتيه نفسها، هل غيرت شخصيتك؟ هل ادت ثقة اكتر؟ يعني ايه اللي اختلف في سلمى؟ اختلف حاجات كتير قوي من اول شخصيتي لحد شكلي. يعني انا كنتش كده، يعني كنت هادية باين شوية عليكي. كانت فيتنس حاجة حلوة ليا من ناحية الشكل وكده، ومن ناحية الشخصية يعني انا كنت يعني اخجل واحدة ممكن حد يقابلها. فيعني بقيت بعرف اتعامل مع الناس، بعرف لو بقيت قابلت حد ما اعرفوش اعرف اتعامل وكده. حلو جدا.